2011 وما بعدها ستأتي أجيال ربما بعد عشرات السنين ربما بعد مئات السنين تقول إن هذا الوطن وهذه المنطقة وهذه الأمة كانت في منحدر نحو كل صور يعني الانحطاط في مسارات الحياة المختلفة، ثم جاء جيل في 2011 استطاع أن يغير المنحنى الهابط ويصعد بهذه الأمة مرة ثانية. أو وأنا هنا يعني نتشارك معكم في أن نتحمل جميعاً مسؤولية اللحظة التاريخية التي نعيشها، أن يقال بعد عشرات أو مئات السنين إن هذا الجيل في 2011 جاءته فرصة أن يغير المنحنى، ثم تبددت وضاعت هذه الفرصة دون أن يحقق تغييراً حقيقياً، لأن اللحظة التي نحن فيها هناك أطراف كثيرة في الداخل والخارج تحاول أن تفرغها من مضمونها وتكتفي فيها بالتغيير الشكلي لبعض مواقع المسؤولية أو بعض القيادات هنا وهناك، ثم يبقى الحال على ما هو عليه، لأن بشكل صريح واضح تحالف المستفيدين من الوضع الماضي تحالف قوي جداً وضخم جداً وراءه قوة داخلية وخارجية جبارة وحريصة على أن تفرغ اللحظة التاريخية التي نعيشها من مضمونها.